الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة بهاتف البرنامج والاتصال على 011-442-8313 أو على جوال البرنامج 0503-4700. بداية، فضيلة الشيخ صالح، هذا يسأل من الأردن، يقول: ما هي حقيقة أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كيف يحقق المسلم هذه الشهادة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هما الركن الأول من أركان الإسلام، فلا بد أن يبدأ بهما لأنهما الأساس للدين كله. فإذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه يؤمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لما سأله قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالشهادتان هما الأساس لهذا الدين، فأول ما يبدأ به من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليست لفظا يقال باللسان، بل لا بد مع التلفظ بالشهادتين من معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. أما معناهما، فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الشهادتين. وأما مقتضاهما فهو أن يخلص العبادة لله عز وجل، فلا يشرك بالله شيئا، وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيعه، ولا يحدث في الدين ما ليس منه من البدع والمحدثات. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. هذا سائل آخر، أبو سعيد من الجبيل، يقول: كلمة الإيمان في القلب، هذه الكلمة درجت على ألسنة بعض الناس، فهل يكفي الإيمان بالقلب دون نطق باللسان وعمل بالجوارح؟ لا، ما يكفي الإيمان بالقلب. نعم، عقيدة القلب وتصديقه بالشهادتين، ولكن لا بد مع هذا من العمل بالجوارح، لا بد من العمل الظاهر. فالإيمان بهما ومعرفة معناهما
هذا يكون بالقلب، وأما العمل بالأركان الخمسة، الأركان الستة وهي أركان الإيمان، والأركان الخمسة وهي أركان الإسلام، فلا بد من وجودهما، الإيمان في القلب والإسلام ظاهرا، الإسلام علانية والإيمان في القلب، لا بد من اجتماع الإيمان والإسلام. نعم. أثابكم الله. هذا سائل آخر من جدة، أبو سعيد، يقول في قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما هو الاعتصام المأمور به وما هو التفرق المنهي عنه؟ الاعتصام بحبل الله هو التمسك بحبل الله وهو الدين، حبل الله هو الإسلام والإيمان، لا بد من التمسك بهما وعدم التفرق في الدين، بأن يكون هذا له دين والآخر له دين آخر، لا بد من الاجتماع والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. اعتصموا بحبل الله جميعا، ما يكون كل واحد له دين يفسره خاصا به مختلفا عن الآخر، لابد من الاجتماع على كلمة التوحيد والعمل بالإسلام والإيمان ظاهرا وباطنا، هذا هو المقصود، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بتمسكوا بحبل الله يعني بدين الله وكتاب الله وسنة رسوله، تمسكوا بهما جميعا، كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يجتمعون على هذا الدين الخالص لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تفرقوا، وكما تفرقت الأمم السابقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، نسأل الله العافية. نعم. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة بهاتف البرنامج 011-442-8313 وجوال البرنامج 0503-4700-700. أبو طالب من السودان بعث عبر جوال البرنامج يسأل، يقول: ما هي العقيدة الصحيحة الخالية من الشوائب، وكيف يحقق المسلم هذه العقيدة قولا وعملا؟ العقيدة الصحيحة هي ما شرحناها في الجواب الذي مر قريبا، هي التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وعملا واعتقادا، وعدم التفرق والاختلاف إلى ملل ونحل، وإلى اتباع الأشياخ واتباع القادة، بل المتبع والمطاع، المطاع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق هذا الدين وهذا الإسلام إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علما وعملا واعتقادا، ولا بد قبل ذلك أن يتعلم دين الإسلام ويعقل معاني هذه الأركان ويقوم بها على الوجه المطلوب، هذا هو المطلوب. قال الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فالدين الذي ليس بخالص لا يكون لله، الذي تدخله البدع والمحدثات والآراء هذا ليس لله، هذا
للشيطان، وإنما الذي لله هو الاجتماع والانقياد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح في القول والعمل والاعتقاد، هذا هو الصراط المستقيم، وهو دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يكون المسلمون متفرقين، كل له نحلة وكل له عقيدة، كل له عمل يعمله منفردا به عن الآخرين، هذا ليس لله، هذا تفرق لا يرضاه الله ولا يقبله من عباده. نعم، أثابكم الله. ونستقبل هذا الاتصال من الأخ سليمان من الدمام. نعم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام يا شيخ. طال عمرك، أنا شريت أرض قبل 4 سنوات ولم أقم بتزكيتها، فما العمل الآن؟ هل أقوم بتزكيتها عند قيمة شرائها أم قيمتها في السوق الآن؟ ولكم جزيل الشكر. السلام عليكم. السلام. إذا كنت تنوي هذه الأرض للتجارة، ناويها للبيع، فإنك تقومها، يعني تثمنها كل ما مر عليها سنة وتزكيها، يعني تخرج ربع العشر من القيمة المقدرة لها، لأنها أصبحت بضاعة وتجارية، سلعة من السلع. نعم. طيب، شكرا للأخ سليمان. ونعود إلى أيضا ما وردنا من أسئلة عبر جوال البرنامج. هذا أبو عطا من الكويت يقول في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف يكون هذا التواصي بالصبر وبالحق؟ نعم، هذه السورة على قصرها فإنها جمعت أصول الإسلام والإيمان، فهي سورة عظيمة. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، وهو الصادق سبحانه وتعالى، لكنه أقسم زيادة في التأكيد. والعصر هو الزمان والوقت، لأهمية الوقت أقسم به. إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم. والإنسان، الإنسان هذا الاستغراق، كل إنسان يدخل في هذه في هذا القسم. إن الإنسان لفي خسر، يعني خسارة إذا لم يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لفي خسر. إلا الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا بقلوبهم وعملوا الصالحات، الإيمان في القلب والعمل علانية في الظاهر، عملوا الصالحات ولم يقتصروا على أنفسهم، بل إنهم يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا هو التواصي بالحق، تواصوا بالحق، يأمر بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا إلى الدين الحق، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن المسلم يحتاج إلى الصبر على ما يصيبه وعلى ما يلاقي من الناس ومن أقوالهم، ولكن يصبر على دينه، فمن لا صبر له لا يبقى على الدين، لأنه سيبتلى ويمتحن ويكون له معارضون ويكون له أعداء، لكن يصبر ويتمسك بدينه مهما كلفه الأمر، لأنه على الحق. وتواصوا بالصبر، والصبر هو الثبات، الصبر هو حبس النفس على طاعة الله. الصبر 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فلا بد أن يصبر
على دينه تمسك به أولا، ثم يصبر على ما يلاقيه من أذى الناس، وقد يؤول به الأمر إلى أن يقتل، لكن يصبر على دينه ويتمسك به ولو قتل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله وإن قتلت أو حرقت. فالمسلم يصبر على دينه، لا بد من أن ينال المسلم شيئا من الأذى، لا بد أن يلاقي من الأعداء ما يلاقي، كل بحسب إيمانه، يبتلى المؤمن على حسب إيمانه، فيصبر على ذلك لأنه على الحق، وما دام أنه على الحق فإنه يصبر على ما يلاقي في سبيل ذلك طاعة لله عز وجل ولرسوله، وطمعا في ثواب الله وجنته. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. نتواصل مع مستمعينا الكرام. أبو سعد من مكة المكرمة، حياك الله أبو سعد. مرحبا. مرحبا، حياك الله. معك الشيخ سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام. سم. أبا أقول للشيخ، في عندنا هنا حق مصلحة المياه، كانوا في ساكنين عندنا جيران كانوا يعطوله الباكستاني فلوس، ومن يوم حولوه ما حد يعطيه، صار ما يطلع لنا المويه، بيتعبنا. ما أدري إيش الحل، يعني نعطيه قروش زي اللي كانوا يعطوه يقولوا رشوة، ما نعطيه، ما أدري إيش يعني. هذه بالشيخ يفتيني فيها. وعندي زوجة طال عمرك إيش اسمه، طلعت معاه شارت وراحت تنام في غرفة تانية، وأنا أقول لها بنت الله والملائكة يلعنوك طول الليل ما ترامي معايا. وشكرا وشكرا. السلام عليكم. عليكم السلام أبو سعد، تفضل يا شيخ. السلام. نعم، ايش يقول؟ سؤاله الاول يقول: هناك من ضمن مصلحة المياه والذين ينقلون المياه الى الاحياء، يقول: لا ياتي بالماء الا اذا اعطيناه يعني مبلغ من المال، يعني نوع من الرشوة. الان هو يعني لا يقدم هذا الشيء او هذا الماء الا اذا دفعنا له زي ما كرامية او رشوة، يقول: هل نعطيه ام لا؟ لا تعطونا، هذه رشوة، ما دام له راتب من قبل الحكومة على نقله الماء للناس وتوزيع المياه، فإن له راتبا على الحكومة، ولا يجوز للناس أن يعطوه، يسمى من الرشوة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية والرائش، وهو الذي يسعى بينهما. والرشوة سحت حرام شديد التحريم، لأن هذا يفسد المجتمع ويفسد هذا الشخص وغيره، بأن يميل مع الذين يعطونه الرشوة ويترك الذين لا يعطونه، وهذا خيانة وإثم وشر. فإذا كان كما وصفت أنه ما يعطي أو ما يأتي بالماء أو يقدم من يعطيه الرشوة على غيره، فلا بد أن تشتكوه على المسؤولين ليأخذوا على يده أو يستبدلوه بغيره. نعم. سؤاله الآخر يسأل يقول: أن زوجته تنام في الغرفة الثانية وتتركني، وقد حذرتها بوعيد شديد من الله عز وجل ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لها هذا العمل، هذا من النشوز الذي حرمه الله ورسوله. والنشوز هو أن تمتنع الزوجة عن زوجها في حقه عليها، إذا دعاها إلى فراشه فإنه يجب عليها أن تأتي إليه، وهذا حقه عليها. وإذا دعاها ولم تأتي وباتت وحدها فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح كما جاء في الحديث، فالخطر عليها عظيم، عليها أن تتوب إلى الله عز وجل. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. هذا أبو طاهر بعث بهذا السؤال يسأل ويقول: ما حكم الحلف بغير الله والتوسل من غير الصالحين والذبح لغير الله؟ هل هذه من القوادح في العقيدة؟ نعم، السؤال يسأل يقول أبو طاهر يقول: الحلف بغير الله
والتوسل الحلف بغير نعم. اصبر شيء فشيء سم. الحلف بغير الله شرك. قال صلى الله عليه وسلم من حلف فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز الحلف بغير الله، وإنما يكون اليمين بالله والحلف بالله عز وجل، ولا يحلف بغيره. نعم. والسؤال الثاني، سنعود إلى السؤال الثاني ولكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال من الأخ خالد من الرياض. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. عندي سؤال لفضيلة الشيخ الله يجزاه. سم تفضل. والدي متوفى رحمة الله عليه من تقريبا سنتين، ويطلبها البنك العقاري 100,000، وهو حطها في ذمتنا قبل يتوفى حنا يا أولاده، وحنا قبلنا بس شيء هذا، والآن سدد البنك. فالسؤال، هل برئت ذمة والدي عليه رحمة الله أو لا؟ نعم. كمل السؤال الأول. انتظر يا شيخ خالد. عطنا السؤال الأول. سؤاله الأول يا شيخ. نعم. يقول والده متوفى وعليه 100,000. لا، اللي قبله. نرجع اللي قبله. طيب. إيه نعم، رتبة الأسئلة. بس عشان نأخذ هذا وبعدين نأخذ سؤاله الثاني. لا لا ما. سم. لا ما نأخذ هذا، ما نأخذ هذا حتى نجيب الأول. طيب. نعم. أبو طاهر يسأل سؤاله الثاني، يقول التوسل من غير الصالحين ما حكمه؟ التوسل إيه؟ التوسل يعني طلب الوسيلة، وهي القرب من الله عز وجل. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فالوسيلة هي القرب والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا، هذا معنى التوسل، وليس معنى التوسل ما يفهمه الجهال أو الضالون، أنه أن تتخذ بينك وبين الله واسطة يكون وسيلة لك عند الله، يبلغ حوائجك إلى الله. هذه الوسيلة محرمة، وهذا العمل محرم. الله جل وعلا لا يرضى أن تجعل بينك وبينه واسطة، وإنما تدعوه مباشرة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فادعوا الله مخلصين له الدين. فلا يجوز اتخاذ الوسائل والوسائط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا يسأل أبو طاهر عن الذبح لغير الله. الذبح لغير الله شرك أكبر. نعم. إذا ذبح لقبر أو ذبح لولي أو لجني فإن هذا من الشرك الأكبر، لأن الذبح عبادة، كما قال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، والنسك هو الذبيحة. فكما أن الصلاة لا تكون إلا لله، فكذلك الذبح لا يكون إلا لله. قال تعالى أصلي لربك وانحر، قارن الذبح مع الصلاة في الموضعين، فدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر، كما أن الصلاة لغير الله شرك أكبر. نعم. نعم. نعود إلى أسئلة الأخ خالد من الرياض. سؤاله الأول يقول والده متوفى وعليه قرض للبنك العقاري نحو 100,000 ريال، وهم يسددون الآن عنه، هل برئت هذا الدين من ذمة والدنا؟ هذا ضمان منكم، ضمان للدين، والدين يبقى في ذمة المضمون عنه والمتوفى حتى تسددوا عنه، لأنه في أول الإسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات وعليه دين، بل يأمر الصحابة أن يصلوا عليه. وفي مرة جيء برجل متوفى ليصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم. قال رجل الدينار علي يا رسول الله، الديناران علي يا رسول الله، يعني ضمنهما. تقدم الرسول وصلى عليه، فلما كان من الغد ولقيه قال ما فعلت الديناران؟ قال ما مضى وقت يا رسول الله. فلما كان في اليوم الثالث ولقيه قال ما فعلت الديناران؟
قال قضيتها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الآن بردت عليه جلدته. نعم نعم. سؤالك الثاني يا خالد. سؤالي الثاني جزاك الله خير. أنا من المرابطين في الحد الجنوبي وجانا فتوى تقريبا إن سنة الآن بجمع الصلاة صلوات الخمس نجمعها, والآن إن سنة نجمع, هل يجوز إن الجمع السؤال أو لا؟ إيش سبب الجمع يا أخي خالد؟ نعم نعم نعم. يقول ما هو سبب الجمع؟ حنا مرابطين في الحد وجانا فتوى يا أخي ما الشؤون الدينية تبعنا تبع الجهاز اللي احنا تابعين اللي يقول نجمعوا إذا أنتم موجودين في الحد الجنوبي اجمعوا لين تنتهي الحرب. لا يا أخي ما يجوز لكم الجمع, لكن تنقسمون إلى قسمين, قسم يصلي وقسم يبقى في الحراسة, ثم إذا صليتم يأتي الذين في الحراسة ويصلون. يا أخي اسمع الله يهديك, أقول لا يجوز لكم الجمع. تسمع يا خالد؟ لا ما أسمع يا شيخ. طيب ركز تفضل يا شيخ. خله يسأل وش نجيب على واحد يقول ما أسمع. هو سأل عن الجمع يا شيخ. طيب الجمع قلنا ما يجوز لهم, لكن يتناوبون في الحراسة. طيب جزاك يصلي جماعة وجماعة يبقون في الحراسة, فإذا صلوا يذهبون للحراسة ويأتي الذين في الحراسة ويصلون, يتناوبون في هذا ولا يجمعون. شكرا للأخ خالد على هذه الأسئلة, ونتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات. وهذه إحدى الأخوات تسأل وهي أم عبد الله من عرعر, تقول ما حكم الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته؟ يجب العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة والمبيت والمسكن, لا بد يعدل بين زوجاته في هذه الأمور, الكسوة والمبيت والمسكن والنفقة, أربعة أشياء يعدل بينهما. نعم أحسن الله إليكم. هذا أبو ثامر من تبوك يقول كيف يحقق المسلم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا عرف الله عز وجل وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحقق المحبة لهما, والطاعة الله جل وعلا تحببه إلى الله. في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا ما لا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي لا يزال عبدي لا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن الله يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه والله جل وعلا إنما يتوصل إلى محبته وولايته بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها, ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا ما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح. معنا المتصل حمد من جدة. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام. يا شيخ جزاك الله خير، هناك ناس يقومون بحفر أبار خارج المملكة مقابل مبلغ مالي، أنا لو بغيت أتصدق بحفر بئر هل يكتب لي الأجر؟ مع العلم أني ما أعلم يعني هل تم الحفر فعلا أم لا. إذا وكلت من يحفر البير في الأرض في الناس المحتاجين إليه في خارج المملكة، وكلت من تثق به وقام بهذا العمل، حصل لك الأجر إن شاء الله مع إخلاص النية لله عز وجل، لكن لا توكل إلا من تثق به. نعم، شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. هذا أبو معاذ من الدمام يقول: ما حكم تعجيل دفع الزكاة للمستحقين أو تأجيلها بعد رمضان؟ التعجيل يجوز، التعجيل يجوز عند الحاجة، وأما التأجيل فلا يجوز إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب يقتضي التأجيل، كأن يكون هناك فقراء غير حاضرين فتؤجلها إلى أن يأتوا، أو تنقلها إلى أناس محتاجين ويتطلب هذا التأخير عن وقتها، فلا بأس بذلك، هذا لغرض صحيح ولا بأس به. أما أن تؤجله أن تؤجلها من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز، بل يجب عليك أن تبادر إخراج الزكاة على الفور، يعني في أول ما تجب، إلا إذا كان هناك سبب صحيح يقتضي التأجيل فلا بأس بذلك، وهي دين في ذمتك. نعم نعم. أيضا نستقبل هذا الاتصال من المستمع سالم من الخارج، حياك الله. الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سام، سؤالك. يا شيخ، للعمرة والحج الحرام فيها المطاط وفيها الإنسان اللي تسعى جسمك، وش اللي هي الأفضل؟ طيب يا أخي، لا تحط بالحرام والإزار مطاط، بل تلفه على نفسك ثم تثبته بالحزام من فوقه ولا تجعل فيه مطاطا. نعم. السؤال الثاني. اسمع يا سالم. سم اسمعني عن طريق الهاتف، اغلق التلفزيون، تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني في وقت رمضان هل يصح اني استخدم فرشاة المعجون؟ طيب شكرا لك، الله يعطيكم العافيه. نعم نعم. يسال عن المعجون في وقت الصيام، معجون الاسنان. لا بأس به، لكن يلفظه ولا يذهب إلى حلقه، بل يتحفظ من ذهابه إلى حلقه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أبو عدنان مقيم في المملكة يقول: ما هو فضل العمرة في شهر رمضان المبارك؟ نعم، العمرة في شهر رمضان فيها زيادة فضل لمن تمكن منها، فيها زيادة فضل، قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة، وفي رواية كحجة معي، فيها فضل عظيم لمن تمكن من ذلك، ولا يكون هناك زحام شديد في المسجد الحرام، بل يكون هناك سعة تستطيع أداء العمرة على الوجه المطلوب فيها. أما في وقت الزحامات الشديدة فكونه يؤجلها حتى يتمكن من أدائها على الوجه المطلوب أفضل. نعم. يقول أبو محمد السوداني: هناك من يخصص ليلة 27 من رمضان بعمرة خاصة، ما حكم ذلك؟ لا تخصص ليلة 27 من رمضان بعمرة، بل كل رمضان وقت للعمرة، متى ما تيسر له يأتي بالعمرة، في أول الشهر، في وسطه، في آخره. نعم. محمد الأحمدي من المدينة المنورة يسأل ويقول: بارك الله فيكم، نرغب
من فضيلة الشيخ صالح توجيه كلمة للأئمة والمؤذنين ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك للاهتمام بصلاة التراويح وعدم الإفراط بالدعاء. نعم، نحن مقبلون على شهر فاضل عظيم وموسم كريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بقدوم رمضان، قال: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، يبشرهم بذلك، فهو شهر عظيم يجب المحافظة على أوقاته في طاعة الله عز وجل الواجبة والمستحبة، حافظ على الصلوات، يحافظ على صيامه ولا يخل به، فحتى يكون ممن أدرك الشهر واستكمل الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. هذا أبو أحمد من الدمام يقول، يسأل، يقول: فضل العلماء عظيم. نعم، لحظة استكمالا للإجابة على السؤال، الأئمة والمؤذنون، نوصي المؤذنين أن يحافظوا على الوقت وأن لا يؤذنوا عند الغروب أو عند الفجر إلا على دخول الوقت، لئلا يغرروا بالناس، فلا يقدمون الأذان إلا إذا كانوا يؤذنون، يعني الفجر، لا يقدمون أذان الفجر إلا إذا كانوا سيؤذنون على طلوع الفجر، من أجل أن الناس الأذان الأول يستهيئون للسحور وللقيام، والأذان الثاني من أجل أن يمسكوا عن الطعام والشراب ويبدأوا الصيام بذلك، فهم مؤتمنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين، فعليهم مسؤولية عظيمة. المؤذن يحافظ على الوقت عند السحور وعند الإفطار، والإمام يحافظ على صلاة التراويح في رمضان، هي خاصة برمضان، تصلى جماعة في المساجد، حافظوا عليها فلا يطيل إطالة تشق على المأمومين، ولا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة، بل عليه أن يراعي الأمرين: إتمام الصلاة مع تخفيفها في صلاة التراويح وصلاة القيام، وعليه أن لا يشوش على المأمومين ويقول: الصلاة التراويح أو قيام رمضان هذا بدعة، مثل ما يقوله بعض الجهال، هو سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين وعن السلف الصالح، قيام رمضان بصلاة التراويح وصلاة التهجد في آخر رمضان سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، فلا يفوت على المأمومين هذه الشعيرة العظيمة لأنه يتكاسل عن ذلك أو ينيب غيره. الإمامة أمانة في ذمته، عليه أن يحافظ عليها وأن يؤديها وأن يحافظ على صلاة التراويح، صلاة التهجد على الوجه المشروع، ولا يتهرب من ذلك. نعم نعم، نستقبل هذا الاتصال، الأخ مبارك من الرياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سامع، عندي سؤالين. تفضل. الأول، رجل عليه ولد من مرة قديمة ومرة عليها بنت، وراد الله سبحانه وتعالى أنه يتزوج المرة، وإيش يكون الولد للبنت وإيش تكون البنت للولد؟ ما فهمت السؤال، إيش يقول؟ أعد يا مبارك. رجل عليه بنت، عليه ولد، رجل، نعم، عنده ولد، يعني له ولد، يعني إيه، وحرمة عليها بنت، نعم، وراد الله أن الرجل يتزوج المرأة، وإيش يكون عيالهم كل منهم للثاني؟
العيال لآبائهم وأمهاتهم، ينسبون إلى آبائهم وأمهاتهم. نعم. والزواج بينهم يعني قصدك يا مبارك انه يتزوج الولد من البنت؟ لا يا ابن الحلال. آه. الله يجزاك خير. الرجال عليه ولد اي من مرته، ما ادري مطلقه ولا متوفيه. ومرته عليها بنت من رجل قبل. وراد الله ان الرجل يتزوج المراه، وش تكون البنت للولد وش تكون يكون الولد للبنت؟ مو واضح سؤاله. ماشي، مو في ابهام. طيب شكرا يا مبارك، بارك الله فيك. نعود الى الاسئله. حفظكم الله، هذا يسال ويقول بالنسبه لاذان الفجر في رمضان، هناك من يقول انه متقدم بعض الدقائق، ما حكم ذلك وما صحه ذلك؟ الاذان لصلاه الفجر إذا كان المؤذن يؤذن أذانا واحدا فلا بد أن يكون على طلوع الفجر، أما إذا كان يؤذن أذانين، الأذان الأول يكون متقدما والثاني يكون على طلوع الفجر، فهذا أحسن وأضبط للناس. نعم. أبو أحمد من الدمام يقول عن فضل العلماء عظيم وحقوقهم كبيرة، نسمع البعض هناك من يعني يقدح أو يعني يقل من شأنهم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ هذا شيء ليس بالجديد، هذا قديم. هناك من يطعن في العلماء، من يطعن في المسلمين، من يطعن في الدين، هل يلتفت إلى هؤلاء؟ العلماء لا ينقص فضلهم من طعن فيهم، إذا كانوا مستقيمين على طاعة الله لا ينقص ذلك من قدرهم، بل ذلك يكتب في ديوان حسناتهم عند الله سبحانه وتعالى إذا صبروا على من ينتقدهم وهم على حق وعلى دين، يكتب هذا التنقص في صحائف حسناتهم، ويؤاخذ هذا المستهزي وهذا الناقم بغير حق. نعم. نعم. أحمد سعيد من جازان يقول نعلم أن الكذب حرام، لكن متى يكون حلال إذا كان واجب على كل شخص أن يكذب من أجل الإصلاح؟ نعم، إذا كان القصد أنه من أجل الإصلاح، فيه من بينهم خصومة ونزاع وشحنة، فإنه لا بأس بالكذب في هذه الحالة من أجل الإصلاح، بأن يذهب إلى أحدهم ويقول أخوك فلان والذي بينك وبينه شحنة، عنده رغبة في الاتصال بك والاجتماع بك والتصالح معك، ويقول للآخر كذلك حتى يصلح بينهما، فلا بأس بالكذب في هذه الحالة. نعم. هذا السائل يقول أنا توفيق من اليمن، ما حكم من يترك صيام رمضان وهو في الغربة؟ لا يترك صيام رمضان أبدا، لأنه ركن من أركان الإسلام، فإن تيسر أن يصومه أداء في وقته فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن لكونه مريضا أو مسافرا فإنه يقضي ما أفطره في السفر والمرض. قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر، يعني حضر وهو صحيح غير مريض، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذا أفطر لسفره أو أفطر لمرضه فإن ذلك يجوز له، إذا كان الصيام يشق عليه ويقضي ما أفطره من أيام أخر. نعم. نعم. السائل محمد من الرياض يقول ما حكم دفع الزكاة، زكاة المال، إلى الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم أو إلى مكاتب دعوة الجاليات أو مكاتب الدعوة؟ يا أخي، الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي واجبة ودين في ذمتك، فلا بد أن توزعها أنت على المحتاجين أو توكل من تثق به بأن يوصلها إلى المحتاجين نيابة عنك، ولا يجوز أن تدفعها للجمعيات وأنت لا تدري هل توصل إلى المحتاجين أو تكدس عندهم،
لا، فريضة هذه في ذمتك، ركن من أركان الإسلام، عليك أن تحافظ عليها ولا تتخلص منها بدفعها إلى الجمعيات أو إلى المشاريع. هي لا تدفع للمشاريع الخيرية ولا تمول المشاريع الخيرية من الزكاة، لأن الزكاة مصارفها ثمانية لا تخرج عنها. أما أعمال الخير والمشاريع الخيرية فإنها تمول من التبرعات ومن الصدقات. نعم، أثابكم الله. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي وردنا، يقول: السلام عليكم يا شيخ صالح، أنا أصلي في جامع، الإمام يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. لا بأس بذلك، لأن هناك جماعة من العلماء يرون الجهر بالبسملة، لأنهم يعتبرون بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، فلا بد أن يجهروا بها لأنها من الفاتحة عندهم. وأما الجمهور فالبسملة سنة وليست من الفاتحة، هي آية من القرآن مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما يؤتى بها في ابتداء السور كما نزلت كذلك. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك ويوفقنا لصيامه وقيامه. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، وقد كان ضيف البرنامج معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله عز وجل أن يبارك بأقواله وأعماله وأن يمتعه بالصحة والعافية. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.